أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله مع مقطع جديد. طبعا مثل ما شايفين من العنوان مقطعنا اليوم راح يكون إن شاء الله مقدمة لحلقتنا القادمة من فقرة المتابعين، ونفس الشيء تجربتي أو لقطات سريعة من تجربتي للعبة Call of Duty Black Ops Cold War. على السريع حلقتنا القادمة إن شاء الله من فقرة المتابعين راح تكون عن أغرب موقف صار لك في حياتك. أريدكم تذكروا لي في التعليقات عن أغرب موقف صار لكم في حياتكم، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله ببدأ أنا وبتكلم عن أغرب موقف صار لي في حياتي، بعدين بأخذ مشاركاتكم. أتمنى تستمتعوا بالمقطع ولا تنسوا دعم القناة بالنشر واللايك، ونشوفكم إن شاء الله في مقطع ثاني. Down.